نقطة بداية لمعالجة القضايا الجوهرية بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، هكذا وصف جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض خطته المنتظرة للسلام في الشرق الأوسط، أو ما باتت تعرف إعلامياً بصفقة القرن، والتي يتوقع أن يقدمها الشهر المقبل باسم الإدارة الأمريكية التي تقف في صف الجناح اليميني في الكيان الصهيوني. كوشنر قال لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن ما سيتمكن من إعداده هو حل يعتقد أنه سيكون نقطة بداية وصفها بالجيدة للقضايا السياسية، ومن ثم إطار لما يمكن القيام به لمساعدة الفلسطينيين والصهاينة على بدء حياة أفضل على حد قوله. وفي تصريحاته الأخيرة أكد كوشنر أن الخطة ستكرس القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولن تأتي على ذكر حل الدولتين، على الرغم من أن هذا الحل كان على مدى سنوات عديدة محور الدبلوماسية الدولية الرامية لإنهاء النزاع العربي الصهيوني قبل أن تدير الإدارة الأمريكية الحالية ظهرها له. كذلك كشف كوشنر أن واشنطن ستناقش إمكانية ضم الاحتلال الصهيوني مستوطنات الضفة الغربية بعد تشكيل حكومة الاحتلال الجديدة. في المقابل يؤكد الفلسطينيون رفضهم لصفقة القرن جملة وتفصيلا، ويعتبرونها صفقة مشبوهة وعارا كبيرا. نائب رئيس الوزراء الفلسطيني نبيل أبردينة شدد مؤخرا على أنه لن يتم إعطاء شرعية لأي مشروع أو خطة ما لم يوافق عليها الشعب والقيادة، في إشارة لخطة صفقة القرن. أبردينة بيّن كذلك أن الفلسطينيين لن يقبلوا أي حلول لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، كما لن يحضروا أي مؤتمر لا تكون الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية أساسا. وإلى أن تصل الرسالة الفلسطينية الرسمية التي سترسل بحسب الرئاسة قريبا إلى قادة دول العالم ودول عربية لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم من القضية الفلسطينية، يبقى مصير القضية مجهولا، وسط أنباء تشير إلى أن المستقبل القريب لن يكون أفضل مما مضى.